قطار الأهلي يصل للمباراة الأخيرة في بطولة الدوري الممتاز. موسم شاق للعيبة النادي الأهلي، ولكن توج النادي الأهلي ببطولة الدوري الممتاز. أيضا النادي الأهلي توج بدوري أبطال إفريقيا، الأهلي شارك في كأس العالم للأندية، الأهلي توج بكأس مصر، الأهلي توج بالسوبر المصري. الأهلي كان موسم حافلا، موسم شاق للعيبة النادي الأهلي وجهازهم الفني، وموسم شاق أيضا لجماهير النادي الأهلي في كل المواجهات، العامل الأساسي في نجاحات النادي الأهلي. الأهلي وموديرن سبورت غدا الساعة 9 مساء مباراة الختام في استاد القاهرة، مباراة انتهاء الموسم، مباراة راحة للعيبة النادي الأهلي بعد اعتذار النادي الأهلي عن المشاركة في كأس مصر في المواجهة الحالية. مارسيال كولر أجازة، بعض لعيبة النادي الأهلي أجازة، وهيلتحق بيهم بقية اللعيبة بعد مباراة غدا إن شاء الله. النادي الأهلي تعاقداته في الموسم الحالي، اتعاقد مع يوسف أيمن مدافع، اتعاقد مع يحيى عطية الله، وقريب جدا من التعاقد مع محمد بن رمضان، وهناك كلام حول سفيان بوفال، وهناك كلام حول أشرف بن شرقي، وهناك كلام حول أشرف داري المدافع المغربي المحترف في الدوري الفرنسي. الراحلون عن النادي الأهلي محمد عبد المنعم وأليو ديانج وأيضا أحمد عبد القادر وكريستو، وأحمد القندوسي لن يعود إلى النادي الأهلي مرة أخرى، وفسخ التعاقد مع محمود المتولي، وأيضا اقتراب النادي الأهلي من فسخ التعاقد مع بيرسي تاو. دي اللعيبة اللي رحلة على النادي الأهلي، ودي اللعيبة اللي النادي الأهلي بيحاول إن هو يتعاقد معاهم أو تعاقد معاهم من أجل موسم قادم هيكون شاق على النادي الأهلي. فالأهلي الموسم القادم عنده مواجهات عديدة، النادي الأهلي الموسم القادم عنده بطولة الدوري المصري، بطولة كأس مصر، وبطولة دوري أبطال إفريقيا، وبطولة السوبر ليج أو الدوري الإفريقي، والمشاركة في كأس العالم للأندية بنظامها الجديد ب 32 فريق، والمشاركة أيضا في بطولة الفيفا الجديدة وهي بطولة انتركونتيننتال للأندية اللي بتضم بطل إفريقيا وبطل آسيا وبطل أمريكا الجنوبية وبطل أوروبا، بطولة مستحدثة من الفيفا، وأيضا السوبر الإفريقي والسوبر المصري. فالنادي الأهلي عنده مباريات عديدة جدا خلال الموسم القادم. كل التوفيق للنادي الأهلي والنجاح في جلب صفقات تفيد النادي الأهلي في المباريات القادمة. فالأهلي أمامه معترك قوي جدا ومباراة قوية جدا في الموسم القادم. لايك وشير ومتابعة من كل جماهير النادي الأهلي يوصلك كل ما هو جديد، وانتظروا مزيد من الصفقات ومزيد من الألقاب للنادي الأهلي مع صفحة المشجع مع أحمد.